أعزائي الطلاب، أرحب فيكم بدرس جديد من دروس أسئلة فحص الجنسية الألمانية دي أين بيوغونغستست أو كورس تسليم من دواشلات الحياة في ألمانيا. السؤال 66 وصلنا له، نشوف شو بيقول. السؤال 66 بيقول: Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne؟ A. Friedrich von Schiller B. Clemens Brentano C. Johann Wolfgang von Goethe D. Heinrich Hoffmann von Fallersleben. السؤال كتير سهل وبسيط وراح أدلكم على طريقة كيف راح تحفظوه. Wer schrieb من كتب den Text من كتب كلمات نص text zur deutschen لناسيونالهمنة همنة يعني النشيد ناسيونال وطني النشيد الوطني الألماني Deutschen Nationalhymne. إذا مين كتب كلمات النص النشيد الوطني الألماني اللي قلنا هلا بيبدأ ب Einigkeit und Recht und Freiheit في اللغة الألمانية؟ عدى معنا، عنا هون أسماء أربع أشخاص: فريدريش فون شيلر، كليمنس برينتانو، يوهان وولفغانغ فون جوته. ما توقعوا فيها أنه تفكروا جوته، وإنما هو هاينريش هوفمان فون فالاسليم. كيف راح تحفظوها؟ إذا ما قدرتوا تحفظوا الاسم، هون ما في شيء طبعا ترجمه، إذا ما قدرتوا تحفظوا الاسم هاينريش هوفمان فون فالاسليم، هو راح يجيكم هالأربع احتمالات نفسها في الامتحان. فأنتوا لاحظوا شغلة، أطول اسم هو الإجابة الصحيحة. هيدا أدلكم على طريقة عملية كيف تحفظوها. إذا نسيتوا الاسم هاينريش هوفمان فون فالاسليم، فلاحظوا هاي الأسماء قصيرة، يوهان فولفغانغ فون جوته كمان اسم طويل بس ما تخربتوا. جوته طبعا هو أديب وشاعر ألماني مشهور جدا، بس ما هو اللي كتب كلمات نشيد الوطني الألماني، وإنما هو هاينريش هوفمان فون فالاسليم. فإذا نسيتوا أنتوا أطول اسم، لاحظوا في عدد الأحرف حتى إذا بتعدوها، أطول اسم هو الإجابة الصحيحة اللي هو كتب الشخص اللي كتب النشيد الوطني الألماني هاينريش هوفمان فون فالاسليم. هيك بكون طبعا دليتكم على طريقة سهلة كمان كيف تحفظوا الكاتب تبع النشيد الوطني الألماني. بتمنى أنه تكون ساعدكم بهالأسلوب، وتحياتي لكم جميعا. الأسئلة موجودة كالعادة على سل صفحة www.oet.bmf.de، فيكم تتدربوا على الأسئلة على الصفحة، وإلى اللقاء في الدرس القادم.